السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي اربط الملف بتاع الفيزيو بالاكسل. هقول له كاستم امبورت من داتا، واقول له مثلا عايز اربط بالاكسل او بالاكسس او بشير بوينت او سيكول سيرفر او او ال اي داتابيس. هقول له دلوقتي عايز اربطها بالاكسل، واختار ملف الاكسل واقول له نيكست نيكست نيكست، وابدا اختار من المعلومات اللي انا عايزها موجوده فين، واقول له نكست فينش. جاب لي بالشكل دوت. طب لو ما ظهرتش عندي هروح للداتا واعلم على اكسترنال داتا ويندو، وابدا اسحب بقى اقول له دي خلي اربطها بداتا المشروع، دي مثلا اربطها بالحف، دي اربطها بديت بالشكل دوت. طيب لو انا عايز يبدا يظهر لي اختار الداتا جرافيك فيلد. اول ما اعمل سيلكت على بدايه المشروع بيقول لي ايه الخانات اللي عايز تظهر جنبي، ابدا اختار الخانات اللي انا عايزها تظهر جنبي. لو في حاجه فاضيه بيبدا يقول لي لا ده ما فيش معلومات تقدر تاخدها من هنا وهكذا. طيب اختار مثلا ديت، يبدا يظهر لي المعلومات الخاصه بالعمليه ديت.